طب لو انا نفسي شخصيه سامه وانا ما اعرفش اعرف ازاي؟ ما فيش حد فينا بيعرف عيوبه، صعبه دي. هو بيشوف نفسه كويس، بيشوف نفسه حلو، بس انا عايزه اصلحه، فبنصلي له بس ان احنا يكتشف عيوبه او يكتشف نفسه. هو ساعات بيستغرب ان حد تاني سعيد وهو مش سعيد، ليه ده بيضحك وليه ده بيعمل؟ لو استسلم لثانيه وادى فرصه ان يسمع حد هيبتدي يصلح من نفسه ويعرف. انما هو الانا كمان عنده عليه الكبرياء عالي. صحيح. اتفقنا ان الشخصيات السامه بتستنفذ طاقتنا الحقيقه، وتلاقينا دايما عايزين زي ما حضرتك بتقولي، هو بيشوف كل حاجه انت بتعملها دي حاجه عاديه جدا، ايه المشكله؟ فتلاقي دايما الانسان عايز يعمل اكتر علشان يرضيه. فهل الشخصيه السامه انواع ولا هو نوع واحد وخلاص؟ مش معقوله طبعا هتلاقي بني ادم فيه ال10 وال11 صفه بتاع السمع، هتلاقي درجات، وفي ناحيه كمان مرضيه، يعني في ناحيه عاديه احنا بنتعامل معاها، وفي ناحيه عندها اضطراب شخصيه ده بيبقى واضح قوي وعنده حاجات اصعب. فاحنا في درجات، في درجه ممكن تحتمليها، وفي درجه ما تعرفي تتعاملي معاها، وفي درجه بتبقى صعبه قوي ان انت تحسي ان انت نفسك بتموتي وانت بتتعاملي معاه، ان انت عارفه بتفقدي الحياه، بتفقدي كل حاجه. ايه بالدرجه دي؟ حسب الدرجات اللي قصادك. وده بيتوقف على انا، يعني احنا في شخصيه سامه، كلنا عندنا الشخصيه السامه دي بكل درجاتها في كل حياتنا، في البيت، في الكنيسه، في الشغل، في المجتمع، في الجيران، في الشخصيه دي موجوده في كل حته. يتوقف امكانياته ان هي تعلى حسب ضعفي انا. يعني مثلا لما تخشي معاه في الجدال تخسري هو شاطر ويستنفذ طاقتك، لان انت بتحاولي تقنعيه وانت رايك هو الصح، بس هو بعدين توصلي لمرحله تفقدي الامل انك تقنعيه تاني بعد كده. انت كده كده خسرانه، هو عنده حجه وعنده طريقه في الكلام ما تعرفيش تاخدي معاه حق ولا مش بعيد يغير وجهه نظرك انت اصلا، يقنعك ان انت غلطانه.